طبعا ما حتكلم تاني في موضوع الشيوعيه كله لانه الموضوع ده محسوم بالنسبه لي، اشياء ممكن بعد هنا نتكلم فيه مع بعض تمام. ولا تشتق ولا شفت يقول لك السلف قالوا كده ولا ما عارف الجماعه دي قالوا كده، ده كلام فارغ منهم داري يخدروكم به. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يمكن يكون شيوعي ما تخاف. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين أما بعد، سلام عليكم أولادنا. أول شيء نقول تبونا جزاكم الله خير ولو كان مرتد، لأن الله قال وصاحبه ما في الدنيا جنو معروفة، اعتبروني بكم وأنا من المشركين، صاحبوني في الدنيا معروف ومو الدنيا. عندي معاكم 5 دقائق بس. الله قال صاحبه ما في الدنيا، الدنيا عمره كله طالما هو مشرك تصاحبه معروف وانت على التوحيد. انا دا اعرف بالله الامه دي جامعه الخرطوم، ايه دي جامعه الخرطوم ولا دي روسيا؟ بالله الداخليه انا والله زاد انا ما قال الداخليه، انا والله سمعت، انا كنت بقول يقول جامعه الخرطوم بيخرج منها الطبيب وصاحب التوحيد ونعتز بجامعه الخرطوم ونفديها بايماننا وبراينا وبعقولنا وبولدنا وبفكرنا وبذهننا وبخاطرنا ويقظة ومناما. نحن ما قلنا الجامعات اولادي، اوي نحن ناس الخلوات وناس ترابلة وناس ذهب، بنعدنا الذهب فوق ناس خلا يعني. طيب انا غايت الشل فهمته من حلقتين، الحلقة الاولى في مدرمان الاسلامية، الحلقة الثانية الان في جامعة الخرطوم او داخلية الخرطوم. اخذوني بفهمي ما تاخذوني بالفاظي، انتوا ناس جامعة الخرطوم، انا ما اقرا الجامعة، انا والله احتار زول يقرا جامعة الخرطوم يتكلم كلمة ما صحيحة. طيب هسه انا فهمت الشيوعية ديل قالوا الناس شركاء في شنو؟ في 3. انا داير اعرف الولد بالشعر ده عنده بيت؟ يا ناس اول شيء الضحك ده نحن ما ضمننا الجنه عشان نضحك. قال سمع الحسن البصري شابا يضحك ويتشدع بالضحك فقال له يا هذا اضمنت الجنه؟ قال انت خلاص الجنه الدوق ضماناتها. الكلمه دي لو جاينا فصلها بالسنتي وبالملي دايره كتب كبيره. انا لا التربال ده لو دار افصلها ليكم كده ما بتنفع. الولد بشعر ده الزول ده عندهم بيت ولا ساكن في الهوا؟ الزول ده عنده بيت كان يشتغل بالعقل، هل بيشاركنا في بيته؟ شريط ده صعب الدنيا يا اخو الثلاث فادر يا جات اصل بين هالي. نحن عندنا يسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، دي نحن عندنا. نحن 2 النبي عليه الصلاة والسلام قال اليهود ديل اتفرقوا على 72 فرقة، ديل اليهود المجرمين ناس يد الله مغلولة وناس ان الله فقير. طيب 3 يا ناس انا ضيفكم، هوي اكرموني، مزمل ده مو ضيف، انا ضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفه، لا داير منكم اكل لا شراء ولا اتصال، يضنيكم ديل وعقولكم بس وعلى راحتك. 2 النبي قال في النهاية أمتي دي أمتنا بتفترق إلى كم فرقة؟ الشيوعي ده عارف الكلام ده؟ طيب إذا عرفوا يلزم الآتي، وإذا ما عرفوا ضال مضله. ضال في ألفاظ النبي، خليك من معانيهم، ألفاظه اللي ثبتت بالتواتر في البخاري ومسلم وغيرها من الكتب. طيب قال أمتي بتفترق لكم فرقة؟ في زول بيكون من أمة النبي غير لا يقول لا إله إلا الله؟ فيه حتى البرعي الضال الطاغوت الكبير بيقول أي زول ما يقول لا إله إلا الله ما هو مسلم. الطاغوت اللي أجمع عليه الجهال إنه ولي واحتكرت الولاية الناس البرعي، يعني شايقية ما عندهم ولي، ما في شايقية عنده قبة، يعني علي عثمان محمد طه نائب الرئيسة يمشي يقصقص اهل وديل يطلع ولي عشان يسوي له قبه، ما في قبه في الشايقية. الولايه قبض وموروثه عند ناس معينين. يا ناس والله الولايات ديلك عندهم في الدين ديل جزاهم الله خير، والزمل ده احنا
كنا في مصر بنعدي نسمع يقول مزمل كعب ومزمل تافي خلونا منه. النبي قال امتي تتفرج لكم فرقة في طريقة زول يبقى من أمة النبي غير يقول لا إله إلا الله. طيب الشيعي ده قاعد يقول لا إله ولا قاعد يقول لا شنو؟ يعني ما في إله إلا الله قاعد يشيله برا؟ وبالله أنتم تسع الآن زيدين تخلوهم في الجامعة دي؟ والله إن أنا بديت البشير والله 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 لولا أمر البشير إننا ما نتقاتل الغيام وتكون في جامعة كندسة. لكن طاعة للبشير أمر البشير لأن إحنا قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم. اثنين دائما نزعل السؤال ده خلقوا منه جايبنا هو نحن خلقنا الله هو يقوم يجاوب الإجابة دي. ثلاثة دقيقة لا لا ترد لنا زين أصبر أنا بديك كافية ولا ترجع ورا اسمع كلامي. ثلاثة ستفترق الأمة على التواصل كلها في شنو؟ في النار. هل نحن دايرين يا جامعة الخرطوم؟ يا أخي أنا مشيت روضتنا في كودابري في شمال الدروبات لو قلت أنا خلقك من يقول لك الله؟ هل أنتم محتاجين لأنه يقنعوكم الشيوعية ضلال؟ إذا أنتم محتاجين للكلام ده منه محلكم ده والرعية والسلام عليكم. فرصة مفتوحة.